أياما عصيبة عاشها الفهد الأسمر طه بصري على فراش المرض، إلا أنه خاضها بروح البطل الذي لا يستسلم، أحد فرسان القلعة البيضاء بما تحمل الكلمة من معنى. فالشاب قوي البنية منذ أن وطأت قتماه أرض ملعب حلم زامورا، وهو يرى المستقبل أمامه في وقت وزمان كانت كرة القدم عشق وحب وليست مهنة وأموال. قدم نفسه للجميع وأشاد به كل محب الكرة المصرية، انضم للمنتخب الوطني وحقق إنجازات كبيرة، كان رصيده منها 4 أهداف في الأمم الإفريقية عامي 74 و76. ودعا صيته، ولكنه لم يهتم بكل هذا، كان يعلم أن لكل شيء في الحياة مقياسا واحدا فقط، هو الاحترام والأخلاق. منافسوه مدحوه وأكدوا أن أخلاق هذا الفتى الأسمر لن تتكرر. احترامه للجميع وموهبته الفزة جعلته أحد نجوم الصف الأول، ولأنه اعتاد على الصراع صارع نفسه وانتصر على آفات النجومية والشهرة، وظل على أخلاقه العالية حتى اعتزل، ولم يستسلم للمرض وقاتل حتى النهاية، إلا أن قضاء الله كان نافذا ليرحل الفارس الأسمر ويترك خلفه صفحة بيضاء قوامها الأخلاق العالية والذكرى الطيبة.